بس النظري ما حد يروح بعيد، ما حد يروح بعيد، النظري كله مطلوب من السيف التراي اكسل، كله مطلوب منه. النظري امتحان النظري النص ساعة هذا كله مطلوب منه. من السيف التراي اكسل، بالعملي لا هم الأربع تجارب هذول. وأنا أمر عليهم هذول مثل ما أقول لك أنت إيش؟ خذ وسجل وإيش واحفظ. فإذا بالنسبة للفولينج مو جايب امتحان عملي، اللي جاي هو الكونستنت هيت تيست. وهي أنا مجهزها أو مربط الهوزات على الحنفية. وهو في بالمبيلتي هنا او في ميه تدخل على السويل وتطلع منها وفي ميزان وفي ساعه وفي انابيب اختبار او زين من تسمع بالمبيلتي انت المطلوب منك حساب الكي فاليو من قانون دارسي اللي انت ايش المفروض تكون حافظه اذا ما انت حافظه هذا هو مرحله كي فاليو تساوي كيو كابيتال في ال داش مقسومه على الدلتا اتش في الدلتا تي في الاي كابيتال اذا هذا القانون هو اللي تحطه عشان تحسب منه الكي فاليو الكوفيشنت اوف بالمبيلتي لما تمشي جوات سويل فهو هذا القانون معطى لا مو معطى انت لازم تكون حافظ هو قانون واحد ما في غيره تجربه كلها على قانون واحد تقدر تحفظه تهتم فيه لانك اذا ما عرفت تحطه هنا ما تعرف تسوي التجربه اصلا لانك اول شيء تحط القانون هذا وبعدين تقعد تسوي التجربه اذا ما عرفت تحط القانون معناته ما تعرف تسوي اي شيء فالكي تساوي كيو كابيتال ال داش على الدلتا اتش في الدلتا تي في الاي كابيتال طيب نروح ندور عليهم وين الكيو كابيتال وال داش والدلتا اتش والدلتا تي والاي كابيتال طالع كيو كابيتال لازم تعرف شنو معناته كيو كابيتال كيو كابيتال في ميه تخرج من السويل في ميه كيو كابيتال هي كميه ميه بتجمعهم خلال زمن دلتا تي وين الزمن يا جماعه هي هاي الساعه وشلون اجمع ميه اهو المخبار هذا المخبار اهله مسمينه واحد والميزان موجود بجنبنا نروح ناخذ وزن فاضي اهو 935.3 اسمه واحد ووزنه 935.3 واجمع به شويه ميه شلون اجمع والماء تخرج من هنا والساعة ما تعرف تشغل أقول له شلون تشغل تضغط عليها كذي وتطلع إذا تجمع ماء داخل المخبار اللي اسمه واحد بس كم الزمن أطال يصيرون دقيقتين تشيل المخبار إذا الزمن تجمع فيه مية هو دقيقتين الزمن تجمع فيه مية كان دقيقتين طيب الحين في مية جوة المخبار ولا ما في في مية بتروح توزن ثاني مرة على الميزان هذا اسمه واحد وزنه فاضي معلوم وزنه مع الماء معلوم بتطرحهم بتحصل وزن الماء ولا ما بتحصل؟ بتحصل هو جرام وهو سنتيمتر مكعب لانه كيو كابيتال هاي هي كميه كيو كابيتال هاي المعرفه كميه ماء تونا قايلين تعريفها كميه ماء خلال زمن بدل فوحدتها لازم تكون يا سنتيمتر مكعب يا مليليتر فاذا هو جرام وهو سنتيمتر مكعب بنفس الوقت لان الجاما متر واحد وبالتالي وزن الماء هو حجم الماء بنفس الوقت فهو وزن وهو حجم بنفس الوقت فاذا هم وزن صحيح بس هم حجم سنتيمتر مكعب بنفس الوقت. طيب نكررها كم مرة؟ أهو 2 3 4 كررها 4 مرات وبالتالي صار عندنا كيو كابيتال بالواحد، كيو كابيتال بالاثنين، وكيو كابيتال بالثلاثة، وكيو كابيتال بالأربعة. إذا صار عندي أربعة كيو كابيتال، أين آخذها منهم؟ تاخذ الأفرج حق الأربعة تراي. إذا ناخذ الأفرج حق الأربعة تراي. رقم المخبار واحد، وزنه فاضي معلوم، وزنه مع الماء، بنطرحهم بنحصل منهم وزن الماء. هو وزن هو حجم بنفس الوقت فصار عندك كيو كابيتال 1 2 3 4 ناخذ الافرج حقهم ونشيل كيو كابيتال بالمعادله ونعيد تسميتها نسميها كيو كابيتال افرج نسميها كيو كابيتال افرج لان كررنا العمليه اربع مرات لان كررنا العمليه كم اربع مرات طيب هاي كيو كابيتال خلصنا منها ومن شرحها عرفناها وين نروح المعادله دلتا تي في عندك باست يا شيخ وفي عندك مقام معرف فيه دلتا تي، دلتا تي كم الزمن اللي جمعت فيه اني ميه؟ دقيقتين تحطهم تحت، واحد يقول ما احب الدقائق اروح على الثواني، طيب احطهم 120 سكند. اذا انا بالمعادله هاي عرفت كيو كابيتال وعرفت دلتا تي. طيب يبقى لنا ال داش، وين ال داش؟ اهو هاي ال داش طالع هذا في تانك وفي هوز يجي من التانك وين على خليه البيرمبلتي وتمر الماء تخش من الهوز وين تخش جوات السويل وبعدين تطلع منها من الجافه. طالع المي بتمر بالسويل؟ بتمر، لو ما في مرور للسويل ما شفت في مي تخرج من هناك. اذا في مرور للماء. بس المرور هذا نتيجه انه الضغط على مدخل العينه اكبر من الضغط على مخرج العينه، اذا وين الهده الاعلى تشوف المي تمشي من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل. هي ضغط هنا اعلى تمشي بالاتجاه، اذا ضغط هنا اعلى تمشي بالاتجاه. اذا وين يسمونه التوتال هيد؟ وين التوتال هيد الاعلى بيروح وين التوتال هيد الاقل. طيب بس شلون نقيس؟ طال اثناء مرور الميه بالسويل هذا البايزوميتر اعترضونها بالبايزوميتر اهو اللي مو شايف وشوفوا هذا يسمونه بايزوميتر هذا يسمونه شنو؟ يسمونه بايزوميتر البايزوميتر شنو شغلته؟ شنو وظيفته؟ بيقول لنا على ضغط الماي في النقطه اللي احنا حطيناه فيها
والمي لها ضغط هني لا ضغط. كم ضغطها يحطون البايزوميتر عشان يعرفون يسمون ال H B يسمون ال H B أو البريشر حق المي. طيب بس شلون أقيس الضغط؟ الضغط كلنا نعرفه هو عبارة عن ارتفاع الرأسي للمي. كل ما يزيد الضغط معناته الارتفاع المي يطلع فوق صح ولا مو صح؟ فإذا بس شلون أقيسه بالتجربة؟ أهو طالع هذا الهوز وين يجي؟ هذا البايزوميتر العلوي. أهو هذا البايزوميتر العلوي. أمسك الهوز بإيدي وأرجع وين طالع؟ حاطين هنا علامة حمراء عشان نشوف المي. اللي نظره ضعيف مثلي عشان يشوف وين ارتفاع المي أقصى شيء وصلت. وأجي أشوف بالمسطرة بتحطين حتى كتبت. إذا أشوف طالع أعلى نقطة بتوصلها المي على سكيل. شوف شايفين هني هاي أعلى نقطة. وأقرأها شنو؟ حط النظارة وأقرأها لكم تشوفوا كم. 59.5 بس نقرأ على يسار المسطرة كلكم انتبهوا. طالعوا خلينا أول شيء أنت المسطرة منقمة على اليسار وعلى اليمين. أنتوا تسجلونها عشان ما يقول لي أنت كذبت علينا وقلت لنا غلط زين. أهو أنتوا كلكم مسجلين. نقرأ وين؟ صح. على يسار المسطرة لأن السكيل على يسار المسطرة 0 و1 2 3 4 كذي صح. بس على اليمين وين الصفر فوق؟ إذا اليمين غلط واليسار هو اللي بندور عليه. إذا نقرأ على يسار المسطرة. قراءتنا على طيب نقرأ شنو؟ أعلى نقطة بالضبط وهذا ضغط الماي هو أعلى نقطة توني قايلين أعلى نقطة وصلنا للماي. وين وصل الماي؟ أهو نعترضها بالمسطرة ونشوفه. أهو على المسطرة مكتوب 59.5 والوحدة سنتيمتر. الوحدة أنت كنت عايز تسألني وحدتها سنتيمتر 59.5 أوكي. طيب الماي تمشي من البايزوميتر 1 إلى البايزوميتر 2 أهو اللي شايفينه هون. طيب في بايزوميتر 3 هذا بالنص. البايزوميتر 3 بالنص ولا حد يشوف ولا حد يدور عليه مو عايزين. احنا نريد 2 بايزوميترز. خلينا من الآن نتفق عشان ما نكثر الأرقام ونكثر السؤال. ناخذ البايزوميتر العلوي وقرينا H1 وناخذ البايزوميتر السفلي ونقراها H2. المي لما تمشي من H1 إلى H2 حتما حيحصل فاقد في الليد. أهو وينه؟ شوف المي هنا نازلة ولا مو نازلة؟ نازلة شوية. هنا 58.1.2 تحطها صح. H1 59.5 H2 58.1.2 إذا الهيد لوس هو عبارة عن H1 minus H2. إذا عرف بالمعادلة. إذا أيضا شغلة جديدة اللي هي الدلتا H اللي هي الهيد لوس الفاقد في الهيد اللي هي H1 minus H2 خلصنا منها. أيضا يبقى لنا ال داش وينها؟ ال داش عشان تمشي المية من البايزوميتر العلوي إلى البايزوميتر السفلي قطعت مسافة هي مقدارها ال داش وحصل فاقد في الهيد اللي هو دلتا H. فإذا ال داش هي المسافة بين البايزوميتر اللي أنت خذيته اللي هو 7. لا إذا خدت العلوي والنصي 7 وإذا خدت النص والسفلي 7. إحنا تونا قايلين عشان هذا مو عايزين يسبب لنا مشاكل ويكثر لنا الكلام نأخذ العلوي والسفلي اللي ظاهرين لك. إذا المسافة ثابتة 14 سنتي. إذا ال داش هي المسافة اللي يحصل فيها فاقد في الهيد مقداره H1 minus H2 وهي معرفة 14 سنتيمتر. طيب إذا صارت المعادلة كلها موجودة عندي. Q capital عرفناها، ال داش عرفناها، دلتا H عرفناها، دلتا T عرفناها 2 minute أو ال H هو نروح عليه. إذا ناخذها دقائق بيصير، ناخذها ثواني بيصير، يبقى لنا ال A capital. ال A capital كلنا شايفين هاي أسطوانة ولا مو أسطوانة؟ أسطوانة. إذا احنا محضرين سويل بأسطوانة. الأسطوانة لها قطر؟ لها قطر. القطر ما طق؟ ما 8 سنتيمتر. تقول باي دي للتربيع على 4 بتحصل منهم مساحة مقطع السويل اللي تمر من خلالها المية. إذا في أسطوانة سويل كذي والمية تمر من خلالها ويتمر من نقطة مسار نقطي ولا أريا وتخش بيها وتضايع بيها. إذا الأريا لذلك طالع حتى الأريا جاية شنو؟ جاية بالمقام. ليش؟ لأن كل ما تكبر الأريا بتدوخ الماء صح ولا مو صح؟ كان واحد يقول لي تمر مني ولا مني ولا أنا أقول محتار مني ولا مر. ولما تكبر الأريا معناته كأنك شنو بتأثر بشكل عكسي شنو على الكي فاليو. فلذلك هي جاية شنو؟ جاية بالمقام. فإذا المساحة هذه يسمونها مساحة مقطع السويل اللي تمر من خلال المية هي أسطوانة قطرها ماتة. نقول باي دي للتربيع على 4 إذا كنت تتكلم عن قطر أو باي في مربع نصف القطر إذا تتكلم عن نصف. طيب خلصنا آخر جيفن الأريا والأطوال هذه جيفن ولا طالع. أنا مثل ما قلت لك المعادلة هاي أول شيء مو معطى من الآن لأن هاي المعادلة أقصد هذا 14 لا مو معطى. لكن أنت مثل ما قلت لك من الآن تحفظهم لأنك هذول إذا ما عرفت تحط القانون وتحط الشغلات هذول أنت ما راح تعرف تسوي شيء. لا أنا أقصد هذه 14 أنا أحسبها ولا ما في حسبة لها هي ثابتة ال داش 14 بشرط تأخذ البايزوميتر العلوي والسفلي. فهمت علي؟ أنت من الآن تقرر وتعرف وأنا مسجلين بالفيديو وتروح الآن شنو تكتب المعلومة مثلك. إذا كلامي ما يعجب حدا بتروح تعيدهم بكلامك أنت بأسلوبك بطريقتك بالكلام ترتاح وأنت تكتب. أنا أتكلم بشكل عام الفكرة تجيني بقولك زي مثل ما قلت لك أنت تروح تقعد تسمع الفيديو أنا أقول الأفكار ما أقول لك إنك شلون تكتب.
انا اقول لك الفكره انت تكتب باسلوبك بطريقتك بالكلام الحلو اللي انت مخبي عليه. فاذا الداش هي 14 سم مثل ما قلت لك هي قيمه ثابته وتحفظها من الان. وعشان مثل ما قلت لك عشان ما نروح ل 7 و14 خلي هذا البايزوميتر ليش منكثر؟ البايزوميتر بالنص مو شايفه انا اخذ علوي وسفلي والمسافه الداش 14 تحفظها حفظ الداش 14 بشرط تاخذ البايزوميتر العلوي والسفلي كيو كابيتال عرفناها كميه مي نجمعها بالانابيب دلتا اتش فاقد في اليد دلتا تي الزمن نجمع فيه مي واحد يقول اخذ دقيقتين بيصير واحد يقول اخذ 120 سكند بيصير. اذا وانتبه على الوحدات الوحدات اللي بتحط رقم ما حد يعرفه، واحد يحط رقم خمسة، جيب أكبر عالم بالأرض ما يعرف شنو رقم خمسة، بس حطيت جرام أقول لك وزن، لو حطيت متر أقول لك مسافة، لو حطيت نيوتن سنتيمتر مربع أقول لك سترس، فإذا لكل الرقم بدون وحدة قياس ما له أي معنى، هذول الوحدات لكل الشغلات هذه كلهم عليهم ربع ونص وثلث درجة، فتستهين فيهم فكر حالك كاتب زين بالأخير تحس حالك ستة من عشرة ولا خمسة من عشرة، لأنه كل خطوة عليها وحدة قياس لا عليها درجة قسمتك وضربك وطرحك عليها أيضا درجات أنت تكتب وتقسم وتطرح بشكل صحيح وماشي صح أوكي بس أنا أفترض أنك غلطت لك بقسمة رقم بأول وحدة هو أنت أخذت صفر لا أنت غلطت يمكن أنت أخذ بالك من قسمة يعني صح صح ولا مو صح أنت تنقص لك ربع درجة بس على القسمة هذه أما البقية لازم تأخذ عليهم درجة تأخذ عليها أنت تأخذ طريقة على طريقة طريقة تنفيذك للتجربة مو على شغلة ممكن أي واحد يغلط فيها حتى الدكتور درسك ممكن يقول لك أنا مو بالحساب يغلط ما في حد ما أصلا غلط كلنا نغلط يعني غلطنا بس خطوات هذه يعني الحين لا لسه ما اخذنا الدايمتر بس كم دايمتر الدايمتر 8 هذا مثل ما قلت معطى لا الدايمتر معطى بس الالداش مو معطى الالداش المسافه بين لازم متمرض اما الدايمتر كاتب لك ال تساوي دايمتر دي تساوي 8 سم فاذا المعادله هاي مهمه جدا للي تجي تجربه البرمجه تكون حافظها لازم تكون حافظها من تحافظها دبر حالك دبر حالك بالطريقه اللي تعرفها عارف الطريقه تعرفها انا عارف اللي تعرفها فاذا تكون ايش تكون بس ما اشوف كمهندس اذا شوف حط اكسر فاذا لازم تحط ايش تحط القانون وتبدا من القانون هذا شنو تدور على كيف تبدا بس عبد الرحمن قال اعطيك ميم عادي انت مع عبد الرحمن يكون عبد الرحمن يمكن هو يحلل لك يمكن يقول لك هات احلل لك قال اعطيكم ايش تبون اعطيكم انا اتكلم عن المهندس هذا انا اشتغل مع المهندس هذا اسيل واسيل ما تعطي اسيل ما تعطيك ولا تساعدك زين واذا اعطيتك معلومه او اهاني ينكسك يقول لك هاي عليها ربع درجه بنكسك وبقول لك اياها عرفت انا بقول لك الصراحه فاذا كيف في الانداش بالدلتا ايش؟ انا اقول لك المهندس عبد الرحمن الحين هذول ينظلمون طلبته الا ما يكون امتحان النظري. امتحان النظري موحد زين هو يمكن يعني تروح شويه سهل بالعملي بس تروح عليهم بالنظري الحين يعني الله اعلم. مو هو اللي حط النظري؟ النظري موحد الكل. اول كورس هذا يعني؟ يقول مو اول كورس. يقول صح وخطا وجراف كله. انا اقول لك الامتحان النظري موحد للكل لانه كانت تحصل مشاكل وشكاوى من رئيس القسم وما خلى واحد شكاوى الطلب هذا يشرح وهذا ما يشرح هذا يفهم وهذا ما يفهم هذا يعطي درجه وهذا ما فرئيس القسم قال خلاص انتم تروحون تحطون اسئله موحده عشان ما كل واحد يجي يشتكي زين كله موحد كله نفس الاسئله عشان ما يقول انا هذا سهل وهذا صعب وهذا يعطي وهذا ما الاسئله موحده الاسئله موحده يعني في له امثله سابقه يعني سنة نموذج امتحانات شيء النموذج الأسئلة هم محدودين وكل مرة يتكررون فما أنت تقول لي شنو الأسئلة ما حد المهندس وقت الإجابة هي نفس وقت السؤال ويأخذها منك عشان إيش ممكن تتكرر هم مو كله فيرجن واحد هم فيه ستة سبعة ثمانية فيرجن بس هم مكررين مثلا على الكورس اللي طاف جابوا فيرجن رقم واحد الكورس هذا يجيبون مثلا رقم أربعة اللي بعده رقم خمسة بس الأسئلة مكررة انا اقول لك وقال لكم المهندس اصلا قال لكم قام امتحان نظري اصلا نص ساعه وقال لك كله راح يجي يقول لك ارسمي علاقه بين اكس وواي محور السينات والصادات بتعرفين السين بتعرفين الصاد بترسمين الكيرف وتعرفينه اذا في اي بارامتر عليه بتكتبينه زين اذا في تعريفات يقول لك ارسمي لي كذا سوي لي كذا ما في مسائل وكالكوليتر وحسب وضرب ويجمع فكله مسطره وقلم رصاص ومحايه زين وتجاوبين صح وغلط وتصححين وترسمين فاذا المعادله هي بهذا الشكل مثل ما قلت لكم احنا رحنا على النظري ما لنا شغل كل واحد يروح لمهندسه اللي عنده اي استفسارات او شيء تراجع المهندس فالكيت يسوي كيرت الداش على دلتا اتش في دلتا تي في الاي كابيتال تحسب منها قيمه الكي فاليو هاي انت اذا حسبت كذي بالطريقه هذه انت رايح على 6 من 10 اقل شيء يبقى لنا شنو البقيه الاربعه من 10 على خطوات التجربه وعلى سؤال ولا سؤالين صغيرات عليهم ربع ولا نص درجه زين الخطوات انا اقول لكم انتم ما سويتوهم بس انا اقول لكم طالع انتبه على وحده الكي فاليو من الان وحده الكي فاليو هو الميه لما تمشي جوات السوائل شو تسوي انا امشي كذي انا اقطع مسافه مقابل زمن
فالمية لما تيجي جوا السوائل معناته هي تقطع مسافة مقابل زمن، فوحدة الكيلو جرام سنتيمتر بير سكند أو سنتيمتر بير منت بحسب ما تكون. أنا واحد يقول حطيت منت تصير الوحدة سنتيمتر بير منت، هي الوحدة سكند تقول سنتيمتر بير سكند. فالوحدات هذول ما تستهين بهم، كل وحدة حط لها كل رقم حط له وحدة قياس عشان ما تنقص الوحدة. فخلصنا من المعادلة وخلصنا من حساب كي فاليو، يبقى لنا خطوات التجربة. أنا بقولهم أنتم ما سويتوا. أول شيء طالع في خلية للبير موبيلتي احضر فيها سويل بدنسيتي او ريلاتيف دنسيتي محدد. كل ما زيد الدنسيتي معناته الفويد ريشيو يقل، معناته شنو الكي فاليو بتقل. وكل ما اذا تعرف العلاقه بين الكي فاليو والفويد ريشيو علاقه شنو خطيه، اذا رسمت الكي فاليو مقابل الفويد ريشيو العلاقه كذي خطيه شفتوها. اذا هاي ممكن يجي لك اصلا يقول لك ارسم العلاقه او الريليشن شيب بين فويد ريشيو اند كي فاليو، فانت تحطهم تحط تعرف المحور السين تعرف المحور الصادي وترسم خط مستقيم وتقول هاي العلاقه بين الفويد ريشيو والكي فاليو. اذا كل ما اذا انا احضر سويل بدنسيتي او ريلاتيف دنسيتي محدد. الخطوه رقم 2 اشبعها بالماء. ما ينفع الماء ما تمشي بالسويل الا اذا شبعتها، تشبعها وبعدين بتمر من خلالها. فالسويل ما تسمح لاي ميه بتمر الا اول شيء تشبع نفسها وبعدين تمررها. الخطوه رقم 2 اشبعها بالماء. الخطوه رقم 3 بربط الخليه وين الجهاز، هذا الجهاز يعني تجي مفككه. اي تجي مفككه لانه انا مفككها ومحضرها وبعدين. بس انا ما سويني باللاب. ما اقول لك انت ما سويتهم، ما انا اقول لك اياهم، انت مطلوب منك تحفظهم مو تسويهم باللاب. ما حد يقول لك روح سوي تجربه، اذا قلنا لك تعال سوي تجربه انت تقول فعلا انا ما سويت، بس انا اقول لك انا سويتهم لان اصلا انا اقعد يوم عشان احضرها. فانت شلون تسويها اصلا؟ اه يعني باللاب انا بالامتحان ما اسوي اي شيء. لا ما تسوي اي شيء، هي جاهزه بهذا الشكل بالامتحان. هي جاهزه بهذا الشكل، انت فقط شنو تذكر تقول اللي انا اقول لك اياه، تحفظ الكل وتقوله بالامتحان وبعدين انسى قبل ما اطلع للباب انسى خلص. مو عايز اللاب الخايس هذا، مو تقول كذي. انا رحت اتصل اسفك الحمد لله على السلامه خلصت اليوم من اللاب الخايس، مو كذي تقول اول ما اطلع الباب يقول لي خلصت اللاب يا. فاذا هذا اذا هني اذا نشبع السويل بالماء. الخطوه رقم 2، الخطوه رقم 3 بربط الخليه على الجهاز، الخطوه رقم 4 بتاكد ان الفلو لامينر وستدي، الخطوه رقم 5 اسوي القياسات اللي هم كيو كابيتال ال داش دلتا اتش دلتا تي وبعدين احسب الكي فاليو، بعدين احسب منهم الكي فاليو اللي هي مطلوب. فهذول هم خطوات التجربه مثل ما قلت لك انت ما سويتهم بس انا اللي سويت بس هذول هم. فاذا انت وانتبه على اسئله صغيره مثلا يقول لك مثلا لو قال لك مثلا علاقه بين شنو العلاقه بين الفويد ريشيو والكي فاليو، شنو الهيدروليك جريدينت. هيدروليك جريدينت هو شنو؟ التغير في الهيد على المسافه اللي يحصل فيها الفقد. التغير في الهيد وين هو؟ اتش 1 عندك اياها ولا ما عندك اياها؟ مسيره شفويه هذه ولا هذا شنو؟ لا هاي بالعمل اقول لك فيها يعني ورقه اكتب فيها ولا شفوي تسالني؟ موجودين بسال سته العمل كل تجربه، مو هذا مو كله هذا الامتحان. أيه. انا اقول لك الشغله الاساسيه بس في اسئله صغيره من يعني اكتبها ولا المهندس يسالني وانا ارد عليك؟ من ضمن اسئله الامتحان مو يسالك اياها يجيك بنظر يقول لك شلون تحسب، هي من ضمن اسئله الامتحان. ماشي. اقول لك مثلا قال لك مثلا الهيدروليك جريدنت هو الفاقد في اليد على المسافه اللي يحصل، الفاقد في اليد اتش 1 عندك واتش 2 الفاقد دلتا اتش موجود، طيب وال داش موجوده، تقسمهم على بعض بتحصل منهم هذول. فاذا هذول